حادث الدائري الأوسطي، القصة الكاملة لمسرح 19 شخص في حادث الدائري الأوسطي، مما نتج عن تصادم تريلا وسيارة ميكروباص محملة مواطنين في طريقها إلى خط الصعيد، مما حدث أنه تحولت الإجازة إلى جنازة. 5 ضحايا من أسرة واحدة، مما بينهم أسرة تتكون من أم وطفلين، وأن الضحايا من محافظة المنيا وأسيوط. ادعوا لهم بالرحمة.